دشيت ذاك اليوم بالمارينا. لا شيء حلو. تبالي أسهل. ليه كان في السرة كده صح؟ ما ليش أسهل؟ تمسي مرة جذرية. تفضلوا. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا. شلونك؟ شرفتوا. تمام. مرحبا دكتور. تفضل استريح. جهز الغرفة. دكتور أنا جايبة بنتي هالمرة أشهدها علي، يعني نفس ما قلت لي بالتليفون إنه ما راح أحس بشيء. أكيد الكريم ده مخدر حكاية، ما فيش زيه في أي عيادة. احنا جايبينه اكسكلوسيف للعيادة بتاعتنا بس. يعني شنو؟ ويب ما اكسكلوسيف يعني بس حصري عندهم هني بالعيادة، ماكو بعيادات ثانية بس هني. إيخو هو قال المرة اللي طافت نفس الكلام. ويهي ورا مزورك. بس النتيجة الحلوة جابتك هنا مرة تانية ولا إيه؟ إيه عاد بهذه صدق دكتور، كل من شافني قال لي محلوة وش مسوية؟ الخطاطيب ساتور. بس لازم تمشي على الحقن دي عشان تقدري تحلبي تجاعيد. زين دكتور التق يعني أبلش أنا بعد أقص إبر وكذي؟ خدي لك موعد وأنا أظبط لك وشك وخليك زي القمر. أكثر من كذي؟ عاد بنتي قمر ما يحتاج تعديلات. أكيد بس ما يمنعش يعني إنها تظبط حالها شوية. واللي عايزة تبقى جميلة لازم تستعمل شوية قلم يعني. إيه صح يما، أنا ما أبي فواز يلتفت يمين ويسار ويشوف واحدة غيري. وفواز حاصل له واحدة نفسك. دكتور متى نبلش؟ تلت ساعة بس على ما تجهز الغرفة. على خير. يوم سويته بالمدرسة؟ يما أبلة العربي عطتني قصة وقالت لي لازم أقرأ وألخصها. يما أنا ما أحب أقرأ عربي. لا يا يما هذه لغتك، شو ما تحبين تقرين عربي؟ تدرين إذا ما قريتي كتاب باللغة العربية وتعودتي دائما تقرين عربي شي يصير؟ ما تعرفين بعدين تعبرين عن أسلوبك ولا تتكلمين مع الناس ويصير أسلوبك مو حلو وما تعرفين تعبرين. ترى هذا مو من صالحك يا يما. يما وانا بعد ما احب العربي بس احب الانجليزي. ويه يا حسرتنا انتي بعد؟ يما انا ما دخلتكم مدرسه خاصه عشان تكرهون لغتكم، ما يصير كذي. يما العربي صعبه مو سهله نفس الانجليزي. لا يا يما هذه لغتنا ولغه القران الكريم، شلون تقولين عنها صعبه؟ تدرون عاد انا ايش بسوي لكم؟ ايش رايكم اسوي لكم مثل التحدي؟ اللي تقرا قصه وتلخصها لي قبل لا يجي الويكند اجيب لها هديه بالويكند. دام في هديه انا موافقه. وانا بعد موافقه. امري عليهم بنياتي الشطار. يلا اهو اكلوا اكلكم. يلا كل هذا ابيكم تخلصونه. عافيه على البنات. يما كم مره قايلت لك شيلي هذا عن اذونك عشان اعرف احاكيك. شلونك يما انتي اليوم بالدراسه؟ ماكو نفس كل يوم. بس شكلك ضايق خلقك. لا ماكو شيء. اقول لك شوفي هذا وينه كنا طول. وي الله يحداك ليش مستعيله؟ الدكتور قال يبي له 20 دقيقه على ما يشتغل مفعول البنج. والله انا كلش مو مرتاحه. ليش؟ بعدين هذا يما دكتورك انت تتعاملين معه دائما والكل يمدحه. اي ادري الكل يمدحه بس ما ادري ليش جايني احساس انه هالمره بيخور بوجهي. الله يستر بس. لا تحاتين يما لا تحاتين. ان شاء الله بيكون شغله وايد زين. ان شاء الله. شوفي طول. نطري يما شوي.
أقول لك طقت عمرها وانحاشت. أو إيه؟ تقول إني أنا ظالمتها ومعاملها عدل. أكثر من هالدلال سويتها يا دهينة على تنكتين، بعد ما ديش تبي. ما عليك منهم، أهما كذي من الواحد يعطيهم وي ركبوا على راسه. خلها تجرب بيت غير، ذيك الساعة تعرف قدري أنا. المهم اليوم لازم احنا نفطر على المكاتب ندور لنا خدامة، ترى أنا واحدة ما أقدر أقعد بدون خدامة. ما شاء الله عليك، أكلت لحظة إيه أمي يابس برا واحدة. يلا حبيبي مع السلامة. إن شاء الله. قويمة. هلا أمي. هلا خالتي. هلا. اليوم طيور الحبرات دي مع بعض، شو السالفة؟ لا يما لا سالفة ولا شيء، بس واحد من ربعي تو مبطل له مطعم، قلت اخذ حبيبتي اعزمها عندي على الغداء، منها نجامله ومنها اقضي شوي وقت معاها. حبيبتي ما عرفتك. يعني ما يكفي اني انا ما اشوفك بعد هم على الغداء ما تبي تقعد معنا؟ وانتي هي هلا خالتي. يا ما يكفيك 24 ساعه متعلقه فوق كأنك طير الحب، وهم بعد ما تبينا يقعد معنا على الغداء؟ خالتي ترى ما صار شيء، ريلة حبيبي عزمني على الغداء ما اقدر اقول لها. حبيبك ما عرفتك. يما الله يهداك فيش علينا، قاعد اقول لك واحد من ربع مبطل مطعم، يعني لازم اجامله ومنها نجرب اكلهم يعني. احسن. احسن انكم تغديتوا برا، لان اليوم البيت ما في اكل. افا كان قالت لي يما كان جايب لكم معي، بس ليش ما في غدا يما؟ الخدامه مو هني انحاشت، تقول اني انا ظالمتها. والله ما اقول غير يا حظها. على الاقل تقدر تنحاش. عفوا ما سمعت شنو؟ خالتي ما قلت شيء. اخاف بخاطرك شيء تقولينه شيء. لا. زين يما اطلب لكم شيء انت يا فيصل؟ لا مشكور. فلوسنا بجيبنا والمطاعم ندلها. واقدر اخذ فيصل ونتغدى برا. حالنا حالكم. يما شوي شوي عليها، ايش فيك؟ اذا مو عشانها عشاني انا اخو. أقول يمه يسلم عمرك، أنت مالك شغل. هالنماين أنا أعرف شلون أتعامل معاها. روح روح حبيبي روح. روح شوف سندريلا. أخاف بخاطرها بتشوتين بالمطعم ما بجتهم. روح لا يمه روح. الله يهديك يمه يا بعد عمري، الله يهديك. الله هاديني ما أنطرك. قاعدة أسوي صح ولا غلط؟ ما أعرف ليش ما سجل. تدري كل الناس تلومني شن أنا وايد أطيعك، ويعتبرون هالشيء ضعف، وحتى غيرتك علي يعتبرونها تحكم مو حب. إنزين أنا أبي أفهم شغلة، شنو فيها إذا سمعت كلام واحد راح يكون زوجي وهو يحبني وأنا أحبه؟ تدري؟ حتى نوف دايما تهزئني وتعصب علي وتقولي اني انا راح اندم على تصرفاتي معك. معقوله راح اندم؟ بس انا ما احس كذي، لاني واثقه من حبك لي، لاني انا وايد احبك. كل شيء تقوله لي مثل عسل على قلبي. يا بابا
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أخوي أنت حارس العمارة مو كذي؟ لا حجي، أنا شرطي قاعد هنا. أكيد حارس العمارة، بعد شنو حجي؟ دمك خفيف. أقول أخوي الشقق اللي عندكم هنا على شم الغرف؟ حجي في عندنا أكو عندنا 3 غرف وأكو عندنا 4 غرف. آه خوش، وعلى شم الأجار؟ حجي أنت تنزل تشوف الشقة تعجبك ما تعجبك، عزابي متزوج أنت شنو وضعك؟ أحد قال لك إني سايب عندي؟ إي متزوج أنا وعندي 3 بنات بعد. حاضر حجي تحت أمرك حجي، تفضل حجي انزل. انزل شوف حجي انزل. انزل هلا بيك، يلا تفضل. تفضل حجي تفضل. تفضل حجي تفضل. هلا حجي تفضل. الله يساعدك شلونك؟ الله يجويك. تفضل. تفضل 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 يلا تفضل. حبيبتي يما، حبيبتي شفيك يما، شفيك شو اللي مكدرك؟ ما فيني شيء. اش دعوة؟ عاد انا اعرفك عدل اكثر من نفسك، احنا مو صديقات. شو اللي مضايقك يما؟ قولي لي. يما الطاولات اللي قلت لك عنهم ملوت المعرض كلهم انحجزوا. ايش كثر قلت لك اعطيني فلوس؟ وانت الله يهداك ما ادري ايش فيك، خذيتي الموضوع برود لين كل الطاولات انحجزوا. يما والله ما اخذته برود والله، بس انت تدرين معاشي ما نزل وعندي مصاريف وايد هالشهر. يما انا اعز عليك وعلى خواتك فلوس، انا كل ما وراي يدوني لكم والله ما عندي. يا يما ايش اسوي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما يخالف يا يما، اعذريني اعذريني يا يما والله ما عندي. يما خلاص ما بلا معرض ولا شيء. عمري انت يما، عمري بنيتي الغالية حبيبتي يما. يلا ما بركز، مو كل ساعة اعيد لك اياها. هني شنو مكتوب؟ read the diary then complete. اوكي راح اسولف عن بولي. بولي is at the zoo today with mother. She wants to meet the parrots. Some parrots have a short tails. شنو قلنا احنا عندهم شنو؟ شنو short tails؟ ذيل صغير صح؟ Polly has a long tail. Polly عنده ذيل طويل. There is an elephant at the zoo. في فيلة في حديقة الحيوان. Elephants are very big. حيوانات كبيرة. أبوي فواز ليش خليته ينام هالكثر؟ There is also a giraffe. في بعد زرافة. Giraffes have a very long legs. Polly likes animals very much. Okay؟ فهمت الحين ولا لا؟ زين ماما فهمت. خلاص تروح تراجعهم بابا الحين بغرفتك، وانا قبل لا تنام انت راح اراجعك. اوكي؟ اوكي يلا حبيبي روح. عافيه عافيه يبا. فواز قاعد اسالك ايش فيك ما تسمعني؟ قاعد ناتش. شنو تبين اسوي؟ افجر قنبله يم راسك؟ قعدتك ما قعدتي؟ عصام ولدك صاعدي قعدتك هم ما قعدتي؟ غاطه في النوم من الفراره ورا امك؟ اكيد ما تقعدين من النوم، ما هيعتي. عصام تعشى؟ ايه ماريا ما قصرت الخدامة، عشته قوي تعشي وتوكله وتشربه وتنومه وتلبسه وانا قاعد ادرسه. الله يعطيها العافيه ما قصرت. فواز انت ايش فيك اليوم؟ انا اللي ايش فيني؟ يا مدام انا من رديت من الدوام انت نايمه. ما سالتي انا اكلت ما اكلت، ولدك اكل ما اكل، درس ما درس. ما سالتي احنا ايش فينا حتى؟ الحين قاعد تقولي لي انت ايش فيك اليوم؟ انت اهم شيء عندك امك ولا انا ولدك بالطقاق اللي طقنا ب 60,000 طوفه. بس ام اليوم كان عندها موعد عند الطبيب، يعني ما كنا نلعب. ومنو قال ان انت قاعد تلعبين ولا امك قاعد تلعب؟ اليوم طبيب وباكر عرس واللي قبله خطبه وملكه واستقبال وزواره ورفيجتها وسوق. امانه متى راح تحسين ان البيت هذا مسؤوليتك مو مسؤوليه الخدامه؟ الو هلا يما. صج؟ شلون؟ انت ما شفتي ايش مسوي بويهي؟ مزورق ويهي كله ازرق، كل طقه اكبر من الثانيه. ايده ثقيل الله يقطعه. اوكي بس عيل روح باكر العياده، ايش رايك؟ اي على الاقل تي يعني تقعي على العياده وقولي لهم
هم عندهم خبرة بهالمواضيع كل يعرفون. انزين يما خلاص شوفي شنو يصير معك وطمنيني عليك تمام؟ خلاص ناطرتك يلا يلا باي باي. يعني أنا مريت المصنع شفتهم شفت كل شيء. كف. إي شفت العمال شفت الدنيا كلها. علي يما شلونك؟ زينة يما أنت شلونك؟ والله بخير الحمد لله. سنا قويبة. هلا هلا. ما ايش فيك ما طلعتي ظهرك؟ قاعد تابع التلفزيون؟ اي تلفزيون؟ تلفزيون مسكر يما ايش فيك؟ اي تو طفى من دشيتو. فيك شيء يبا؟ احد مضايقك؟ احد مزعلك؟ في احد يقدر يكدر خاطري؟ اوف يما لحظه شنو هذا اللي بويك؟ ايش فيك يبا انت بتاوشه؟ ولين يبا طاقه ابر فيتامينات والدكتور ايده ثقيله وكذي صار ويهي. زين يما اعطيني اسم الدكتور او العياده خل احط بالانستغرام واحرقهم لك حرق. الله يهديك يا سنة. شلك بهالأبار وشلك بهالسوالف ما رش كبرج الله يهديك بس يبا ترى حتى أنت تصبر وتوقع اللي بالسيارة أنك بتغز بهتك ساعات بس سكت عن فضايح بسك نصايح بس الفضايح. المهم يبا تبين شيء محتاجة شيء نوديش طبيب أبي فرقاكم بس أنت ولدك صعدة وفوق وكوني من شركم يلا ديري بالك ما طالع المسلسل حلو حسرتي خاف ما يروح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فصيل مركبني بعير تقول لي مركبني سيارة الله يهداك إيش دعوة إيش دعوة أنا بفهم دعوة ما تبين اشتري لي سياره ما اعطيتينا من وردك عشان نشتري سياره لا والله سياره هالعلو انا قاعده اتشنقل على ما اركبها يما مره ثانيه قلتي لي بفتر عشان الخدم ما راح تلقين وجهي ترى بهالبيت وليش ما تفتر مو انت ولدي لازم تفتر معاي يما عندي دوام اهد شغلي وجاب الخدم يعني يوم واحد ما تقدر تاخذ اجازه تفتر مع امك من مكتب لمكتب قولي حق سلمان ايش معناه انا بس سلمان مشغول مع مرته انت ايش فيك زين زهره زهرة بدالها تفتر بالفريج تنوقل حج وتقرض بالناس هي بيخ تسوي شيء سنع بحياتها بعد عمري والله زهرة بعد قلبي اشوف شفعتني عطتني موبايل عطني هاج ما اشوف انا دق شوف دور دور زهرة الحبيبة بعد حبيبة اي اي ما ادري وين حبيبة هالمرة اي هاج عطني اهو تليفون مسكر سكر التليفون هالظاهر رايلها اليوم عندها ما شاء الله والله زين يطلع منها سنة المفروض المرأة اللي جابت رايلها تسكر جهاز أنا مستغرب إن زهرة تسوي شيء زين بحياتها يعني الحين المرأة أنت عبالك هي بكيفها تقضي بالتليفونات لما تشوف رايلها مشغولة عنها قاضي بالتليفون 24 ساعة هي تبي تعاند وتبي تحرة تقضي بالتليفونات عاد الحين من زين رايل زهرة طيح الله حظه مالت عليه متزوج عليها معذور يما معذور مرة تنقل حكي حكاية قراضة وفوق هذا ما تجيب عيال أنا لو منه ما تزوج عليها أطلقها وأخذ أربعة إي طبعًا لأن العذر منها بعد قلبي لو العذر هو اللي فيه كان ما قلتوا هالحكي صدق ما تسوون على وجهكم انتوا بس يما يبا كل هذا عشان الخدم يبنى طاري خلاص بس كل فريج درب سالفتك بس هم ما راح اروح وياك خلاص شوفي سلمان ولا اخذي هاله بس تزفينها كل يوم انت اخذيها وياك تروح تفطر بالفريج يا معود هدي الحين البنيه على وصول يبا تدرين فيني انا ما احب بنتي تتاخر لهالهزه الوقت صيف ما يصير تتاخر ما يجوز بعد عرس رفيجتها بعدين هي مو بروحها مع اختي وريلها اختك عرفها بالعروس شلون عرفها ام العروس صير رفيجتها السلام عليكم عليكم السلام السلام يا معودي اشون جيتي ابوكي حندبحني ايش في الحلو معصب وزعلان منال يا بنيتي انت تدرين فيني انا ما احب انك تاخرين لهالعزه الحين الساعه قريب الوحده وتوج داش البيت ما يجوز يا يبا يا حبيبي يا عمري انت تدري فيني انا ما احب عروس بس اليوم عرس رفيجتي يعني ومجبور اني انا اروح وبعدين ترى خالتي اللي وصلتني وانت تدري عاد بيتهم بعيد بس جابتني لهني خلاص يبا خلاص المهم انك استانستي اوف من صدقكم وناسه مو طبيعيه تخيلوا ان جايبين نوال الكويتيه نوال عاد انا احبها والله يا بنيتي دام ان جايبين نوال عيل مات اللامين بس اقولش عن شيء شنو انا بروح انام سهرتين الليله يلا خليكم تعال علي ايش لابسه كانت هذا اللي همك ايش لابسه شوفي وجهها بالاول ايش رايك الله ايش حلاتها
اهلا اهلا اخت ناديه. اي نعم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. معك خالد الاحمد مدير العلاقات العامه، اشتغلت جديد عندكم. اي حياك الله. الله يحييك، نور المكان. شكرا. الله ويك سامحك. شايفه نفسها هذه على شنو؟ شوفي نوف، في اكونت اسمه حرم ناصر ينزل عن مسلسلات تركيه وخليجيه، منزله مسلسل جديد شكله ناصر، شوفي البطله تيمن ريم. قولي لي متى عرسك ان شاء الله؟ والله ما ادري للحين ما حددنا. وليش عاد خول ولا تعرفينه من زمان؟ مو محتاجه تتعرفين عليه. وانتي شكو تعرفه من زمان ولا ما تعرفه من زمان؟ ليش مدخله عرسك شيء ما يخصك؟ حبيبتي بسام الناجي يقدر انه ما يخطب ريم لو انه ما يعرفها ويحبها. بعدين عائله ريم مو من مستوى بيت الناجي. لا هذه تبين اقول لها حالتي هذا الصج والصج ما يزعل. بعدين كل اللي بالجامعه يدرون على السالفه. صدق ولا صح كلامك؟ كل الكلام اللي ينقال عني بالجامعه صح. انا وبسام نحب بعض على فكره. هالكلام كله ما يهمني. ريم ريم نطفي نطفي انت ما تصكش تدري شنو تصكش كتاب يا من هوفه. ريم خليك تطيح. الله يهدك. لا ما نشغل فيهم، هذول بنات مقهورين منك. انت ما سمعت الكلام اللي ينقال وكلامها اللي مثل السم؟ نوف سمعيني، اذا لي خاطر عندك كنسلي العزيمه اللي بالبيت، اساسا ما يستاهلون. ليش تسوين لهم حق ناس منافقين وما يحبوني ومو فرحانين عشاني؟ وهذا اخر قرار عندي. والله ما تلام المسكينه. حلوج. انتي انتي انتي. من حل انا. نادية أقدر أخذ من وقتك شوي؟ إي نعم. مو أنت اللي قبل شوي كنت تستضرب دمك برا؟ بصراحة أنت ما تعرفين، بس أنا من فترة حاط عيني عليك. حاط عينك علي؟ ما عرفت إيش تقصد يعني أنت بعدين شو الأسلوب؟ أنا ما أحب الفدوة. خلنا نقعد وفهمك الموضوع. إي قعد. أنا بصراحة سألت عنك وقالوا أنك مطلقة وعايشة بروحك. واللي مثلك محتاجة ريال يستر عليها. وأنا ما عندي مشكلة، صدق إني متزوج، بس دام الزواج بيتم بالسر، ما عندي مشكلة. أقول عطني عرض من قفاك لو سمحت. إيش دعوة والله هذاك؟ شو زعلتي؟ الكلام أخذ وعطى. بعدين أنا ريال مقتدر وبصرف عليك وعلى بناتك. يا جليل الحياة اللي ما تستحي على وجهك، بعد تجيب طاري بناتي هني؟ تدري أنت عرضت لي مرة ثانية. والله ما يكفيني فيك إني أشتكي عند المدير، والله بوديك المخفر. شوف وحطني على بالك زين، مو تشوفني مرة بروحي تبي تستغلني؟ ترى أنا عن مليون ريال من أشكالك. أهو أطلع برا يلا. أنت الخسرانة، هي ألف بنية غيرش تتمناني. لا مليون يتمنونك، ما شاء الله عليك، مالت عليك وعلى وجهك. استغفر الله يا رب، استغفر الله يا رب. ليش شافني بروحي؟ يا رب استر علي وعلى بناتي. فيني شر هالأشكال يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. واي واي بموت من العوار. ذبحني أزرق صح؟ إي محيل مزور قوارم. ليش كذي؟ دقيت على هذا جون اللي ذبحونا فيه، أعطاني اسم كريم دزيت السايق يجيبه. عاد إن شاء الله ينفع معاه تشمه. هذه عين، عين ما صلت على النبي. عين ها؟ عين على شنو؟ على خطبة اخوك اللي تفشل؟ بيحسدوني؟ يا الله صباح خير، ايش فيها خطيبتي بعد؟ انتوا شنو؟ ما عندكم سالفة غير خطيبتي؟ تغارون انتوا؟ اسكت اسكت، أنا أقول كملي 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 بسام وين رايح؟ يعني وين رايح؟ رايح الشركة. عابلي عابلي بويهمك، هذه العروض الانستغرام يحطونها 60%، عابلي فيها. شب شب يلا عاد شب. ما عندكم سالفة غير خطيبتي، يلا يلا. يما زين كذي؟ اسمعك وانت تقولين عن خطيبتي انها تفشل. اي بعد شنو بعد؟ هذا كلام الصج بعد، كلام الصج يزعل. اي خطيبته تفشل. كملي. اقول لك انا خلصت التقرير والحين بقدمه ان شاء الله حق المدير. ان شاء الله باذن الله. ناديه. ناديه السلام عليكم. أهلين. شلونك؟ تمام. ترى جاي اطمن عليك انا. لا
الحمد لله انا بخير، شفتك وانت تركض الظاهر قاعد تقعد متاخر من النوم. بعد طحتي علي انا مفضوح بهالدوام. اي وسريع ما شاء الله عليك. البصمه تخلي الكل سريع. عاد لحقت؟ اخر دقيقه من عقب لو جت امي قاعد احس وياها من مكتب لمكتب وسبها الخدامه اللي مشت. اي عاد ليش ما طلبتوا خدامه قبل لا تمشي خدامتكم؟ هي ما سافرت، انحاشت. وي ليش انتوا كم شخص بالبيت؟ صدقين ماكو واحد؟ انا واخوي وامي. اي عاد الخدم المفروض يتمسكون بكذي بيوت، هم ما ينحشهم الا اليهال وكثره العزايم. بعد غبيه، وامي موقفه البيت كله على ريل واحده، وانا المبتلش من مكتب لمكتب. تصدق عاد شكلي بخدمك بهالموضوع، عندي واحده من رفيجاتي كانت عندهم خدامتهم القديمه، بتروح وما هي راده، جابوا واحده جديده، والحين خدامتهم القديمه ردت، ومحتارين بهذه الجديده، تبي اجيبها تجربونها كم يوم يمكن تيوز لكم؟ يا ريت تكسبين فيني اجر والله. حاضر ومن عيوني بقول لها يمكن ان شاء الله توافق. تسلمي عيونك ما تقصرين. انا ابنك خلنا اروح اكلمها لك. خلاص تبي شيء؟ لا شكرا. هذا فيها مطرد بعد. صباح الخير. صباح النور. يما كنتي تاخرتي على الجامعه، خاف تطوفك محاضراتك. لا تحاتين ان شاء الله راح الحق. زين يا يما تجين على الغداء؟ لا يما زين تذكرتيني، انا اليوم عندي محاضره العصر فما يمديني اروح وارد، اخاف اتاخر عليها. على هواك يا يما، مع ان ابوك راح يزعل، تدرين يحب يشوفنا على الغداء. مالك شغل، مرات ابوي يبالغ شويه. يا يما انت بنت الوحيده يحبك يموت فيك. انا مو بنت الوحيده، لا تنسين ان عندي بدال الاخوه اثنين. فاهمة قصدي زين، بس أبي أوصل لك شغلة، أبوي له متى كذي بيتم قاطع إخواني. يا يما أبوك مو قاطع، هم اللي قاطعين. دام هم اللي مقاطعينه أنا راح أعدل الوضع. عشتوا شو راح تعدلين الوضع؟ مالك شغل، بنتك وتعرف شلون تعدل الوضع. خلاص عين، وبقول لك ترى قعدتك ما تنمل وسوالفك حلوه وهذا، بس انا عندي محاضره ما ابي اتاخر عليها. خلاص يا يمه حافظك الرحمن، روحي. يلا باي. ول 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 اوف 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 شريحه يا ربي، يعقال في صوب ودي شاري شوق ترى في صوب، شو اسوي عيس وانا اشيل واحد ما يعلق حتى ثيابه، ما في حيل. محمود محمود قوم يمه، الساعه 12 وانت ما رحت الدوام، على الاقل يا يمه روح بصم الخروج عشان ما يحسبون عليك غياب يوم واحد. قوم يا يمه تعود من ابليس. يمه خلي نحسب غياب بالطقاق هذا من زين الدوام يا يمه، لا حول الله يوميا. لا والله تبي تقعد في البيت مثل الحرمه. اقول الدوام هذا على قولتك هو اللي معيشك ومخليك تشرب هالسم الهاري. يا يما يا يما والله لا عاد شبدي، كل يوم نفس الحنه ونفس القرقه نفس الاسطوانه المشروخه. وانا بعد ما راح ارتب واشيل من بعدك. الله يرحم ايامك يا ناديه، كنت تشيلين وتحطين وانا ما ادري عن شيء. هاديه هاديه هاديه، ما دفعت الثمن غالي بس نطلع عليه شوي. انت بس ما عندك الا تهدد؟ محمود المرة ترى راحت في حال سبيلها، لا تنسى انها هي ام بناتك وشايلتهم شيل ومراعيتهم، ما اخذت من عندك فلس واحد ولا وقفتك بالمحاكم. طلعت نادي اصيله وطيبه وبنت اياويد. وانا ايش كاسر ظهري غير بناتي؟ انا لومو بناتي ناديه هذه اسوي فيها سوات اخلي العالم 20 سنه يسولفون فيها قدام. ايش تو؟ بناتي وبناتي اللي سمعك يقول كلش مهتم فيهم وداري عنهم.
اسكت بس اسكت لا اطلع سوالفك. ناديه الحين حلت بعينك ناديه ما كانت عايشه معانا بالبيت ها اذكرك ايش كنت تسوين فيها ولا نسيتي؟ خلاص يا محمود انا ما نسيت شيء وما حد يقدر يغير الماضي. المره خلاص راحت في حالها ما سوت فيك شيء ولا اذتك واذا انت تبي تسوي فيها شيء ساحلها يا محمود خلها تجيب البنات بدل ما تأذيه وتنتقم منها. الله يهديك يا ولدي الله يهديك. بس عيست عيست وأنا أقول وأتحكى بس ما منك فايدة. أديلكو عندك مفتر. الله حاله حتى أمي صافة ويا ناديو وغدي. لكن هي أين يا نادي؟ أنا ما قلبت حياتك فوق تحت خليت تشتيني تبوسين ايدي وترجيني عشان اردك البيت ماني محمود والسبيجة. وانا فيصل تاخر ترى متي يوعانه حبيبي اذا يوعان وايد بقوم اطلب لك المطعم. لا يا عمري انطر لأنا ما يوصل فيصل ونتخدى كلنا مع بعض. ايه الدنيا دواره قمنا ناكل من المطاعم لا طاعك الزمان ولا طيعه. خالته التغيير حلو كاني انا اموت على كل المطاعم. ايه تموتين على اكل المطاعم ما تشوفين ناقصه نمو وانتي ما تطولين حتى ما فيك حيل وعافيه انك تحملين. تعالي تعالي بقى. تعالي دشي 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 دشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يما هذه لورا واحده ويانا بالدوام خدامتهم راحت وقالت مهي راده وردت فجاه قصوا بهذه عاد انا قلت اجيبها لك تجربينها هالكم يوم. انزين وهذه تعرف تشتغل تعرف تطبخ ولا بتوهق فيها؟ صار لها ثلاث اشهر وجيت الكويت يما يعني اكيد تعرف اشياء بسيطه انت جربيها اليومين هذيل اذا ما يازج الحر رديناها. والله يا فيصل شكلها كمخة ما تعرف شيء. لا يما هذيل اللي اول مره احسن من اللي مشتغلين قبل هني. هذيلاك عندهم ربع ومعارهم ومشاكلهم مايد. هذه تعلمينها وتدرسينها مثل ما انت تبين. اي والله خالتي الخدامه لما جت عند امي اول مره كانت ما تعرف شيء. وكاهي ما شاء الله عليش حلوها تهبل وهبت ريح اما طباخها حلوه ما شاء الله. عاد تبون طباخكم اللي طباخنا احنا. تعالي تعالي. كم شو اسمك؟ ما اقول لك لورا ما تعرف هذه عربي. يور نيم يور نيم. ام لورا. لورا كاج زينها ما شاء الله شقاله تعرف اسمها يما. والله شكلها كمخه ما تعرف شيء. يما انت من اول جيد والله بتنحاش منك ترى الحين ماكو خدم والله ماكو خدم. يلا تسمي بويها تسمي تسمي ايوه يلا 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 ما نشبه ايه انشب خل حسينه تقوم تنشب لا انا يلا يلا قوم اساعد خالتي سموك حسين شو اسوي بعد؟ يوزح المرتي مسكين والله مسكين ذبحنا لي وعيالنا متاخر اخ بغينا اللي خدامه وعمود زين شوفي هذه طلعتيها ولا لا؟ ايه طلعتيها؟ أنا صفحة. أبي بلاك كوفي. شوفي شوفي منو هذه؟ منو هذه؟ فاشينيستا؟ واي منال أحسك مو بالدنيا معانا، أي فاشينيستا الله يهدك. ها عين منو هذه؟ هذه ريم العادل، الكلية كلها تسولف عنها وعن خطوبتها حق بسام الناجي. يا حلوة. تهبل. تهبل؟ شوفيها ترى حدها عادية. ما ادري شلون هد كل جميلات الجامعه راح حقها. لا والله تهبل وتينن وما عليها قاصر. واكيد هي عاجبته. كان ما قلتي على قولت جميله الجميلات. انا اقول خلصي البح وخل لحق على المحاضره اللي وراها. وايد مشكوره انك قبلتي الدعوه على الغداء اليوم. تبي الصج؟ هي مو عدله ان نتغدى مع بعض بروحنا برا الشركه. بس انا شفتك متضايق. قلت ما فيها شيء. اذا سمعتك يعني. فعلا انا مو بس متضايق انا انفجر وغاب اذا انفجرت اني اخربها. تخربها؟ ايش قصدك يعني ما فهمت؟ انا بيتي وخصوصياتي خط احمر يعني بشكل عام ما احب اسولف فيهم حق احد نهائي اشياء تخصني بس انتي انا وايد ارتاح لما اكلمك احس انه ودي افتح لك قلبي ودي اسولف لك عن هالامور وادخلك بحياتي شوي امال
أمال زوجتي وبنت عمي وأم ولدي. وايد مهملت، حطتني آخر اهتماماتها بحياتي، وهالشيء وايد مضايق. عندها أمها كل شيء بالدنيا، أمها كل حياتها، لدرجة أنها مستعدة تهمل ولدها وبيتها عشان أي موضوع تافه يخص أمها. بقول لك على شيء، يمكن تكون أنت اللي عاملها أو مقصر معاها، يعني الشغل والشركة ماخذين أكيد كل وقتك. من هالناحية لا تحاكي، أنا كلش مو مقصر، بالعكس أنا أحاول كثر ما أقدر إني أرضيها. زوجتي ولدي أهم شيء بحياتي. احاول ان ما اقصر عليهم ولا شيء، احاول اني اتقرب لها بس ماكو فايده. هي تبي تبعد باي طريقه. مرات احس انها قاعده تسوي كذي لانها ضامنه ان انا احبها ولد عمها وطول عمري شاريها. تحبها؟ بين الصج انا كنت متاكد اني احبها واعشقها، بس الحين لا. انا كلش متاكد من مشاعري بهالشيء معاها.